وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب الودود الولود الحسيبة. نعم، قال أول شيء يتخير ذات الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذه مسألة مهمة، فإن الله عز وجل قد ذكر صفات المرأة الصالحة في كتابه، فقال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قوله صالحات أي صالحات في دينهن، صالحات في معاملاتهن، مطيعات لأمر الله عز وجل. قانتات، قال سفيان بن عيينة المراد بالقانتة الطائعة التي تطيع زوجها، فتطيعه إذا أمرها وتنزجر عند زجره ونهيه. فالصالحات قانتات حافظات للغيب أي تحفظ زوجها في غيبه كما تحفظه بحضرته، تحفظه في نفسها وتحفظه في ولدها وتحفظه في مالها وتحفظه في بيته، فلا تدخل بيته ولا توطئ فراشه أحدا إلا بإذنه. إذا اجتمع لرجل هذه الصفات الثلاث في زوجه فإنه قد حيزت له الدنيا كلها حقيقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السعادة في ثلاث ومنها المرأة الصالحة، فقل ما يوجد من النساء من تطبق عليها هذه الصفات. ولذا فإن المؤمنة تسعى لامتثال هذه الصفات الثلاث في كتاب الله، والمؤمن إذا رأى هذه الصفات الثلاث هانت عنده كل صفة نقص بعدها. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. المؤمن طالب العلم إنما ينظر لهذه الصفات، هي صفات الكمال، ما عدا ذلك من الصفات مغفورة، وما عدا ذلك من الصفات يغض عنها الطرف. هذه هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم السعادة فيها.